معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري. أمينة، إذا انتهت هذه الزيارة للسيدة بيلوسي إلى تايوان، لكن لم ينتهي التصعيد والحرب الكلامية. وزير الخارجية الصيني قال ما حدث هي مهزلة من الجانب الأمريكي. كيف تبدو ردود الأفعال ومستقبل هذه العلاقات أيضا بين الطرفين؟ نعم ماجد، التصريحات الأمريكية لم تختلف منذ حتى إعلان نانسي بيلوسي عن هذه الزيارة وحتى بعد وصول طائرتها إلى مطار تايبي أو حتى مغادرتها. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بأي استفزاز للصين، هذه الزيارة ليست انتهاكا للسيادة الصينية وإنما هي تباتم وتتماشى مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تايوان. كما قلت ماجد، انتهت الزيارة لكن الغضب والتصعيد لن ينتهي بكل التأكيد. ما هي الخسائر المحققة من هذه الزيارة والمكاسب؟ هناك نوع ما من الإجماع على الأقل ليس رسميا أن هذه الزيارة ستجر الويلات على تايوان فقط وليس الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الصين لا تريد أن تنجر في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما يحدث بدءا من التهديد بالعسكري بإيقاف هذه الزيارة وأيضا المناورات العسكرية التي تجريها الصين في مضيق تايوان. ما هي هنا حسب قراءات الخبرات إلا تلويح أو استعراض عضلات من قبل الصين الذي لا يمكن أن يتجاوز ذلك، لكن تايوان هي من ستدفع الثمن من هذه الزيارة وقد بدأت فعلا بدفع الثمن من خلال العقوبات التي بدأت الصين في فرضها على تايوان من خلال الشركات المالية، وقف التعاملات مع عدد من البنوك التايوانية، وقف عدد من الصادرات لمنتجات التايوانية. لا ننسى ماجد أن 70% من الاقتصاد التايواني هو مرتبط بشكل أساسي بالصين، بالتالي هذه الإجراءات ستضيق الخناق على تايوان. السؤال الآن هنا، ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية لمساعدة تايوان في حال حاصرتها الصين اقتصاديا؟ وحتى هذه المناورات العسكرية التي تجريها في مضيق تايوان بدأت في خلق نوع من الاختلال في حركة الطيران، العديد من الرحلات التي تم تأجيلها أو تأخيرها إلى مطار تايبي، ورغم تأكيد الخارجية الصينية على أن هذه المناورات لن تضر لا بالملاحة ولا بحركة الطيران، لكن هذا ما يرد من تقارير على الأقل من هناك ماجد. من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري، شكرا لك.